مهندس سراج، يعني لا شك بأن الكثير يريد أن يتعرف على البنك الإسلامي للتنمية أولا، ماذا يقدم هذا البنك، وأيضا ما هي المشاريع التي يقدمها في كل أنحاء العالم الإسلامي، وكذلك أيضا من يخدم هذا البنك، بداية قبل أن نتحدث عن هذا المشروع المبارك، مشروع الهدي والأضاحي. تفضل مهندس. طبعا البنك الإسلامي للتنمية هو منظمة مالية دولية غير هادفة للربح، أسس في سبعينات القرن الماضي بتبني كامل من حكومة المملكة العربية السعودية، وأسسه جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه في ذلك الوقت، ووقعت اتفاقية تأسيس البنك بأن يستضاف المركز الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة. نعم جميل. البنك منذ ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر يهدف إلى تنمية المشاريع ذات البنية التحتية وتطويرها، برامج محاربة الفقر، برامج تطوير الصناعات الغذائية في البلدان الفقيرة والمحتاجة. جميع هذه المشاريع التنموية يمولها البنك الإسلامي للتنمية للدول اللي تقع تحت مظلة البنك، وهي دول الدول الإسلامية المنظمة منظمة العالم الإسلامي، منظمة العالم الإسلامي أو رابطة صحيح. العالم الإسلامي. نعم بالضبط. نعم مهندس سراج، يعني اليوم ونحن نتحدث أيضا عن هذا المشروع المبارك، مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، لا شك بأنه كانت في زمان سابق الأضاحي في المشاعر المقدسة ربما تذبح بشكل كبير وتترك، وبالتالي أيضا تتعفن ولا يستفاد منها، ولكن هذا المشروع أتى للتغلب على هذا الجانب السيء أو السلبي من هذه الأشياء. تكلمنا عن بداية المشروع، متى بدأ، ومن يخدم أيضا هذا المشروع، وكذلك من أراد أن يستفيد من هذا المشروع كيف يستفيد؟ المشروع، مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، أسس في عام 1983، مصادفة نحن الآن يعني في هذه السنة في حج 1443، صحيح، نحتفل بمرور 40 عام على تأسيس هذا المشروع. ما شاء الله ما شاء الله. المشروع على مدار 40 عام مضت يقوم بخدمة حجاج بيت الله الحرام، بتنظيم أداء نسكهم، وحفظ هذه اللحوم اللي زي ما تفضلت كانت في السابق تهدر ولا يستفاد منها، وتوزع على مستحقيها سواء للمحتاجين داخل المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة العربية السعودية في بلدان العالم الإسلامي. نعم جميل. هذا بالنسبة للتوزيع، وبالنسبة لمن أراد أن يشتري هذه الأضاحي أو الهدي ومن ثم تذبح، ما هي الطريقة، ما هي الآلية، كيف يقدم وكيف أيضا يذبح ضحيته؟ حقيقة عندنا أكثر من آلية. الآلية الأولى وهي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع الهدي والأضاحي، يمكن لأي شخص أي مكان في العالم الدخول على الموقع الإلكتروني وشراء النسك اللي يختاره المضحي من خلال الموقع ودفع إلكترونيا، وبالتالي يسجل الطلب إلكترونيا وينفذ في مجازر المشروع في مكة المكرمة. نعم جميل. الطرق الأخرى هي عن طريق المسوقين المعتمدين، نعم مهندس سراج تسمعني؟ نعم تفضل. عن طريق المسوقين المعتمدين للمشروع لدينا منصة إحسان، أحد المسوقين المتعاونين مع مشروع الهدي والأضاحي. جميل. مؤسسة العامة للبريد السعودي سبل، أحد المسوقين المعتمدين المتعاونين مع المشروع. كل هؤلاء يتم تنفيذ النسك اللي يباع عن طريقهم في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.
نعم. وهل يعني المتواجد جميع الأنعام أم أنه أيضا فقط للأغنام مهندس سراج؟ نعم الأصل هو تواجد جميع أنواع الأنعام الجمال والأبقار والأغنام. نعم. ولكن للظروف الاستثنائية لآخر 3 مواسم حج اقتصر التنفيذ النسك على الأغنام فقط، وإن شاء الله يعني بإذن الله تزول هذه الجائحة وجميع توابعها ونرجع نقدم الخدمة على جميع أنواع الأنعام. نعم. هل الفروع الموجودة للمشروع في الدول الإسلامية هل يتتبع للبنك موظفين من البنك أم فروع تابعة للدول المستهدفة؟ هو حقيقة يتم التعاون عن طريق المشروع والمكاتب الإقليمية للبنك الإسلامي للتنمية في تلك الدول. نعم. لكن المشروع لا يوجد له يعني موظفين رسميين تابعين للمشروع في تلك الدول الإسلامية، إنما هو يتعاون بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية الخاصة بالبنك الإسلامي للتنمية والمنتشرة في معظم الدول الإسلامية تحت مظلة البنك. نعم جميل. عموما المهندس سراج فيلالي نائب المشرف العام للعمليات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي في البنك الإسلامي للتنمية، جهودكم ترى فتشكر، ولا شك بأننا أيضا نشكركم على هذا الجهد. نشكر حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين أيضا على تهيئة مثل هذه المشاريع التي تخدم العالم الإسلامي بالدرجة الأولى. شكرا لك مهندس سراج، ونلتقيك على خير إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير.